وللوقوف أكثر على الموضوع ينضم إلينا عضو اتحاد طلاب باكستان معاذ الصوفي. معاذ مرحبا بك، هل أنت معي؟ أهلا معاد، حسب البيان الذي أصدره السفير والسفارة أنكم قمتم بمنع الطاقم والموظفين من الخروج من السفارة بعد انتهاء دوامهم الرسمي، وقمتم بحجزهم داخل السفارة، وهذا ما أضطرهم للإجراءات التي قاموا بها، ما صحة ذلك؟ طبعا البيان الذي اصدرته السفاره اليوم بيان ملفق ويفضح نفسه، بيان يفضح نفسه، الشخص الذي يقراه سيعرف كم حجم التناقضات التي احتوى عليها البيان. في بدايه البيان يقول ان الطلاب دخلوا واعتصموا وقالوا بيانهم بشكل جيد، قرأوا بيانهم، وفي الاخير يذكر انه الطلاب منعوا وتهجموا على اعضاء السفاره. ما حدث هو كما عرفه الجميع من مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات نشرت، الصور نشرت، كل شيء نشر، انه الطلاب دخل الطلاب الى السفاره وتم اغلاق الباب. وصل طلاب جدد سيدخلون السفاره، تم منعهم من السفاره، واوضح الامن انه ممنوع دخول اي طالب سوى الطلاب الموجودين داخل السفاره. يعني انتم هذا ما حصل. نعم، انتم لم تقوموا بمنعهم من الخروج. لم نمنع احد من الخروج، هذه ليست المره الاولى التي نعتصم فيها، اعتصمنا قبل حوالي سنه، يعني قبل ان ياتي هذا السفير الجديد، اعتصمنا في السفاره لمده 3 ايام ولم نمنع احد وحافظنا على السفاره، هذه سفارتنا، كيف نمنع احد من ان يؤدي عمله او نضر بالسفاره؟ كل نعم. الطلاب معتصمين بكل دول العالم بدون اي مشكله. نعم، معاذ، ماذا الجديد في اعتصامكم؟ هل فعلا كما تم تداوله انه تم التفاهم معكم وانكم عدتم الى مدنكم وتم فض الاعتصام؟ تم فض الاعتصام بالقوه بسبب باوامر من الوزير بحسب مذكره ارسلها الى الامن الباكستاني ان الطلاب اليمنيين احتلوا المذكره، وانا من هنا اوجه رساله الى السفير ان بانه وطالب بنشر المذكره التي ارسلها للامن الباكستاني للاعلام، كان المفترض ان يرتقها بالبيان، واطالبكم انتم حملكم يعني رساله طلاب باكستان ان تطالبوه وتصروا عليه ان ينشر المذكره التي ارسلها للامن الباكستاني، وهي مكتوب بالحرف باللغه الانجليزيه بالحرف ان الطلاب احتلوا السفاره. طبعا الطلاب عددهم لحد الان موجودين في اسلامابات. نعم. شكرا معاذ. لم يعودوا الى المدن. يعني الأخبار كاذبة أنه نعم. إذا معاذ الصوفي، السفير لا يزال متعنت ويقسم أنه سيتم الدق بالسجن كل من يحاول الاعتصام أو المطالبة بمستحقاته.